بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة يا جماعة هنتعلم مع بعض 3 حاجات مهمين جدا بالنسبة للفيديوهات من خلال برنامج وندر شير فيديو اديتور. طبعا البرنامج دوت أنا كنت شرحته قبل كده دورة كاملة على القناة عندي، لو أنت حابب تتفرج على الدورة الكاملة هكون حاطط لك الرابط، هو موجود على المدونة عندنا زي ما احنا شايفين. عندي هنا تقريبا 4 دروس بيضموا شرح كامل للبرنامج. طبعا البرنامج باختصار إن هو بيستخدم في تعديل الفيديوهات وتركيب الصور على المقاطع الصوتية وعمل المونتاج وتقطيع الفيديوهات، تقطيع الصوتيات او اضافة مثلا صوت غير صوت الفيديو على فيديو معين انت عايزه، وعمل مقدمات للفيديو وعمل انتقالات بين الفيديوهات. الحقيقة هو برنامج جميل جدا. لو انت حابب تتفرج على البرنامج بشكل كامل هيكون رابط الدورة ده موجود اسفل الفيديو بتاع النهاردة. النهاردة موضوعنا بيتكلم باختصار عن 3 حاجات موجودين داخل البرنامج، يمكن اكون شرحتهم داخل الدورة لكن الناس دايما برضو بيسألوا عليهم. جالي مثلا سؤال ازاي نقطع فيديو، او ازاي مثلا نفصل صوت عن فيديو، او ازاي اقطع صوت. طبعا الكلام ده انا شرحه داخل الدورة، بس الناس تقريبا بتكسل تتفرج على الدورة بشكل كامل عشان يعرف المعلومة اللي هو عايزها. يعني بمعنى اوضح، انا مثلا كمستخدم عادي حابب اعرف ازاي اقطع فيديو، فاكيد مش هستخدم على 4 دروس، مش هتفرج على 4 دروس عشان اشوف ازاي اقطع فيديو، انا مش عارف تقطيع الفيديو في انهي درس من دول. فانا النهارده حبيت اعمل لك الموضوع باختصار، ازاي تتعلم تقطيع الفيديو، ازاي تفصل الصوت عن الفيديو، وازاي تغير صوت الفيديو. تمام، طبعا سامحوني لو كان الفيديو هيبقى طويل شويه لكن هحاول على قد ما اقدر الم لك الموضوع في درس واحد. طبعا برضو الرابط تحميل البرنامج هيكون موجود داخل موضوع الدوره الكامله بتاعت البرنامج زي ما احنا شايفين. هتيجي تطلع فوق هنا هتلاقي تحميل البرنامج والتفعيل والتعريب، هتدوس هنا هيحولك على موقع الفورشيرد عشان تبدا تحمل البرنامج. برضو طريقة تثبيت وتفعيل البرنامج هتكون موجودة في الدرس الأول، اللي هو الدرس الأول زي ما احنا شايفين دوت، هتلاقي فيه طريقة تثبيت وتفعيل البرنامج وكمان تعريبه. أنا مش هشرح ده النهاردة عشان ما ياخدش من وقت الفيديو. طبعا أنا مثبت البرنامج عندي ومعربه ومفعله، معربه يعني مخلي اللغة بتاعته اللغة العربية. دي أيقونة البرنامج زي ما احنا شايفين. هاجي أفتح البرنامج، طبعا مش هيطلب مني تفعيل ولا حاجة لأن أنا أصلا مفعله. فلو أنت حابب تعرف التفعيل اتفرج على الفيديو الأول في الدورة بتاعت البرنامج. هختار شاشة عريضة وبعدين هيفتح معايا بالواجهة اللي احنا شايفينها دي. طبعا انا عامل البرنامج باللغة العربية. عشان ابدأ ادخل الفيديو بتاعي داخل البرنامج بدوس هنا في المنطقة الفاضية دي، بيفتح لي مربع بيقول لي اختار الفيديو. انا عندي مثلا هنا فيديو بصيغة 3 جي بي. طبعا افضل حاجة في البرنامج ان هو بيتعامل مع جميع صيغ الفيديوهات، 3 جي بي والاي في اي والام بي 4 والام كي في، وكل الصيغ هتقدر تستخدمها من خلال البرنامج. هنختار الفيديو وندوس على اوبن، هينزل لي الفيديو فوق زي ما احنا شايفين بالمنظر دوت، وفي المربع ده بيظهر لي البريفيو او العرض بتاع الفيديو. هبدا اسحب الفيديو تحت على الشريط او التايم لاين زي ما احنا شايفين بينزل لي الفيديو. هنلاحظ ان انا عندي منطقتين، المنطقه الفاتحه والمنطقه الغامقه. المنطقه الفاتحه اللي فوق دي يا جماعه هي منطقه الفيديو، اما الشريط الرفيع دوت هو الصوت بتاع الفيديو. تمام، طيب خلينا اول حاجه نعرف ازاي عايزين نقطع فيديو، وهو المحور الاساسي بتاعنا النهارده في الشرح. لو انت حابب تقطع فيديو، انا هفترض مثلا ان الفيديو ماشي معايا لحد كده وانا عايز مثلا اقطع نص الفيديو، عايز افصل نص الفيديو، النص ده عن النص ده، حابب مثلا احذفه او حابب اعمل عليه بعض التعديلات زي ما انت عاوز. فانت بتيجي في المنطقه اللي انت عاوز تقطعها، بتقف كده بتعمل بوز للفيديو او بتعمل توقف للفيديو، وبتدوس على علامه المقص اللي احنا شايفينها دي. شايفين علامه المقص دي اللي هي مكتوب عليها كلمه تقسيم، بندوس عليها بيبدا يقسم لي الفيديو جزئين زي ما احنا شايفين، جزء اهو وجزء اهو. تمام، طبعا الجزء ده انا اقدر احذفه او اقدر اعدل عليه زي ما انا عاوز. لو انا حابب احذفه بدوس على ديليت من الكيبورد بيبدا يحذفه لي. تمام، يبقى انا كده قطعت الفيديو بتاعي. لو حابب ارجع خطوه لورا بدوس على علامه السهم ده بيرجعني تاني، بيرجعلي الفيديو زي ما كان. تمام، طيب انا حابب برضو ادمج او انا كده رجعت الفيديو زي الاول اكنه مش مقطوع. يبقى تاني لو انا حابب مثلا امشي كده من اول الفيديو، وحابب مثلا في وقت معين او في دقيقه معينه هنا مثلا حابب افصل الجزء ده من الفيديو، الجزء الاخير الصغير ده، باجي اوقف الفيديو بتاعي وبدوس على علامه المقص دي اللي هي مكتوب عليها كلمه تقسيم، وبدوس عليها مره واحده بيبدا يقسم لي الفيديو زي ما احنا شايفين جزئين، الجزء ده والجزء دوت. خلاص، طبعا زي انت لو انت عاوز بقى تعمل له ديليت كليك يمين عليه وبتعمل له حذف، او بتدوس على ديليت من الكيبورد بيبدا يحذفه لك. خلاص، يبقى ده احنا اتعلمنا ازاي نقطع فيديو مع بعض. طيب ازاي نفصل صوت الفيديو عن الفيديو نفسه؟ يعني الفيديو ده فيه صوت، لو جيت شغلت. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله. طيب أنا دلوقتي لو حابب أفصل الصوت عن الفيديو هعمل إيه؟ هقف على الفيديو كليك يمين وأقول له فصل الصوت، أدوس على فصل الصوت، هيفصل لي الفيديو عن الصوت. الشريط اللي تحت الصغير ده هو ده الصوت، والشريط الكبير اللي فوق ده هو ده الفيديو بتاعي. خلاص؟
لو انا حابب امسح الصوت كليك يمين عليه وبقول له حذف، او بدوس من الكيبورد على ديليت. لو جيت شغلت دلوقتي هلاحظ ان الفيديو شغال معايا لكن مفيش اي صوت داخل الفيديو. خلاص طيب، عايز ارجع خطوه لورا برضو، هدوس على علامه السهم دي هيرجع لي الصوت، هدوس تاني هيدمج لي الصوت بتاعي داخل الفيديو زي ما احنا شايفين. لو انا حابب اضيف صوت غير الصوت بتاع الفيديو على الفيديو دوت هعمل ايه؟ اول حاجه هاجي كليك يمين واعمل فصل الصوت، افصل الصوت عن الفيديو عشان احذف الصوت الاصلي وادخل صوت تاني، وهدوس ديليت من الكيبورد. لو انا حابب بقى ادخل صوت تاني بعمل هنا استيراد، وببدا اجيب الصوت اللي انا عايزه عندي من على الكمبيوتر، وليكن مثلا هجيب مثلا اي مقطع صوتي، لكن طبعا مش هشغله عشان بس حقوق الملكيه، مثلا الاغنيه دي تمام، وهبدا اسحبها هنا اهو زي ما احنا شايفين ده الصوت. هتقولي طب الصوت اطول من الفيديو، دي مش مشكلتي، دي هتبقى حاجه عندك انت بتتحكم فيها بنفسك. يعني لو كان الفيديو طويل بتضيف اغنيه طويله، او لو انت مثلا بتتعامل مع صور داخل البرنامج حاول تزود عدد الصور لحد ما توصل لاخر الاغنيه. اما لو انت حابب تقطع الاغنيه نفسها لحد اخر الفيديو، بتيجي تحدد الاغنيه بالماوس وبعدين بتمشي كده بالمؤشر ده لحد ما توصل لاخر المقطع، هيفضل لك عندك الجزء الاخير دوت، بتحدد عليه كده بالماوس عادي وتدوس على علامه المقص دي تمام. زي ما احنا شايفين فصل لي الجزء اللي انا مش عايزه من الصوت، هدوس ديليت من الكيبورد، كده بقى الصوت مع الفيديو زي ما احنا شايفين بدون اي مشاكل. طبعا انا مش هقدر اشغل الفيديو عشان الاغنيه دي لو انا شغلتها في الفيديو، الفيديو هياخد مخالفه وبالتالي هيتم حذفه من اليوتيوب. فطبعا انا كده دمجت الصوت اهو والفيديو مع بعض. خلاص طبعا هو انت مش هينفع تدمجهم مع بعض، يعني مش هينفع تركب دي فوق دي، هو هيبقى الصوت تحت كده وهيبقى الفيديو فوق خلاص يعني ده. بس انت كده انت كده خلاص دمجت صوت مختلف عن صوت الفيديو. يبقى احنا النهارده اتعلمنا مع بعض ازاي نقطع فيديو، او ازاي نقطع صوت، وازاي نفصل صوت عن الفيديو، وازاي ندمج صوت اخر مع الفيديو غير الصوت الاصلي بتاع الفيديو. طيب انا خلصت خالص وعايز اعمل بقى اخراج للفيديو او انتاج للفيديو بتاعي، هدوس على كلمة كرييت او انشاء تمام. عندي فوق كذا اختيار، عندي الجهاز وعندي تنسيق وعندي يوتيوب وعندي دي في دي. طبعا لو انت حابب تخرجه بصيغه عاديه تشتغل على الكمبيوتر عندك او على الموبايل بصيغه ام بي 4، فانت بتختار تنسيق تمام، من هنا بتختار صيغه الملف بتاعك. انا شايف ان افضل صيغه هي الام بي 4، فانت بتختار ام بي 4 تمام، ومن هنا بتكتب اسم الفيديو اللي انت عايزه، اي اسم مثلا انت عايزه، ومن هنا مثلا بتختار المكان اللي انت عايز تحفظ فيه الفيديو، وليكن مثلا الديسكتوب او اي حاجه، وتقول له اوكي، وبعدين تدوس على كلمه كرييت تمام. هيبدأ زي ما احنا شايفين يعمل عملية حفظ للفيديو بعد التعديلات اللي انا عملتها، اللي هي تقطيع الفيديو او فصل الصوت او دمج صوت اخر من خلال برنامج الوندر شير فيديو ده. طبعا برنامج جميل جدا في مجال مونتاج الفيديوهات، وانا قلت لو انت حابب تتفرج على الفيديو بالكامل او شرح البرنامج بالكامل عشان تعرف ازاي تتعامل مع اضافة الصور والمقاطع الصوتية، وازاي تركب صورة على اغنية، او ازاي تعمل انتقالات بين الصور، او ازاي تعمل مقدمة او الكلام ده كله، اتفرج على الرابط اللي هيكون موجود اسفل الفيديو النهارده، اللي هو بيضم 4 دروس. اول درس فيهم بيتكلم عن تثبيت وتفعيل البرنامج، بعد كده ال3 دروس التانيين بيلموا باختصار او بيشرحوا باختصار طريقه شرح او التعامل مع البرنامج تمام. يا رب يكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبه لكم وتكونوا استفدتوا منه. طبعا زي ما قلت وانا هنا المفروض ان انا هستنى لحد ما يخلص عمليه حفظ الفيديو، لكن واضح ان هو هياخد وقت شويه لان هو بيخرج الفيديو بصيغه الام بي 4، فالام بي 4 بتكون مساحتها كبيره شويه. يعني انا لو جيت بصيت على المقطع حجم الفيديو الاساسي الاصلي او الاساسي هلاقيه 1 ميجا تقريبا او 1 ميجا وشويه، يعني كلام فاضي. اما لو جيت بصيت على الصيغه اللي هو هيطلعها لي هلاقيها طبعا اكيد كبيره، لان انا ضفت صوت غير صوت الفيديو الاصلي، وكمان بسيف بصيغه ام بي 4. فطبعا انا اكيد مش هستنى لحد ما يخلص، انا هعمل الغاء الامر واقول له نعم تمام. طبعا انت هتستناه، وبعد كده هتلاقي الفيديو عندك في المكان اللي انت حفظته وتقدر تشغله بدون اي مشاكل. يا رب يكون الموضوع سهل وبسيط بالنسبه لكم وتكونوا استفدتوا منه. ان شاء الله انتظرونا في حلقات قادمه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.